السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم معايا في قناتي ستيب باي ستيب. انا ميس شيماء. الدرس النهارده خاص ببرايمر 1، هنكمل مع بعض الستوري او القصه اللي هي الفيكشن ريدر، القصه الخياليه اللي موجوده في نهايه كتاب كونكت بلس برايمري 1. امبارح كنت عملت لحضراتكم ليسن في اهم المحاور الاساسيه في منهج كونكت بلس ذا فيرست تيرم، ووضحنا ان في تو ستورز. اول حاجه اللي هي النون فيكشن ريدر، القصه الغير خياليه، وفي في نهايه الكتاب قصه اللي هي الفيكشن ريدر بعنوان ذا ليتل ريد هن. ذا ليتل ريد هن اللي هي الدجاجه الحمراء الصغيره. النهارده حضراتكم طلبتوا مني ان احنا نعمل لسن خاص بالقصه لوحدها، نوضح فيه اهم الفوكابلري ونقول نقرا القصه سوا ونوضح الكلمات الصعبه ونقول ان كانت اورال يعني شفوي ولا ريتن تحريري او مطلوب حفظها. فدلوقتي هنعرف كل ده في اللسن، بس يا ريت قبل ما نبتدي نروح بسرعه على زرار سبسكرايب او الاشتراك، نعمل اشتراك في القناه. كمان يا ريت لو استفدتوا اقل استفاده من الفيديو يا ريت تعملوا لنا لايك، كمان يا ريت شير ونعرف الناس على قناه ستيب باي ستيب المهتمه بشرح مناهج كونكت بلس لكي جي 1 كي جي 2 جينير 1 جينير 2 ومختصه في التاسيس في اللغه الانجليزيه للاطفال. طيب يلا بينا نبتدي سوا. دي بيج 1، هي مش عليها رقم بس هي دي اول صفحه في الستوري. فيها العنوان وفيها صوره للريد هن الدجاجه الحمراء وباقي ابطال القصه اللي هنعرفهم دلوقتي. عندنا التايتل او العنوان ذا ليتل ريد هن. ذا ليتل ريد هن الدجاجه الصغيره الحمراء او الدجاجه الحمراء الصغيره. Once upon a time, a little red hen decided to plant some wheat. تعالوا نفهم يعني ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده. Once upon a time يعني في يوم من الايام، هو expression بيستخدم للتعبير بنبتدي بيه الكلام لو بنتكلم عن كلام حصل في الماضي، او بنبتدي بيه الكلام لو هنتكلم عن قصة حصلت. Once upon a time يعني في يوم من الايام، A little red hen دجاجة حمراء صغيرة decided يعني قررت decided to plant some wheat، قررت أن تزرع plant verb أو فعل بمعنى يزرع some بعض wheat نبات القمح. Once upon a time a little red hen decided to plant some wheat، قررت أن تزرع بعض من نبات القمح. Who will help me plant this? Who will help me plant this? من سوف يساعدني في زراعة هذا اللي هو this دي عائدة على القمح اللي هو الويت. She asked. طيب عايزة بس أشرح حاجة صغيرة كده. هتتكرر معانا كتير في الستوري دي ان الكلام يتقال وبعدها نقول مين اللي قاله. يعني مثلا هنا السؤال بتقول ايه Who will help me plant this، من سوف يساعدني ان ازرع القمح. This اللي هي عائدة على القمح، تمام. وفي two quotation mark وبعد كده قال لنا she asked. she هنا عائدة على الهن little red hen، قال لنا ان هي سألت مين هي الدجاجة. يبقى الاول هنقول الكلام وبعدين هنقول she asked. in English الكلام بيبتدي الاول وبعد كده نقول she asked. okay. يبقى page 2 تاني. once upon a time a little red hen decided to plant some wheat. who will help me plant this? who will help me plant this? okay. she asked. Not me، ليس أنا، said the dog. ها ده ظهرت عندنا هنا characters جديدة، شخصيات جديدة في القصة. طب هم مين؟ زي ما الصورة موضحة عندنا الدوج الكلب والكات القطة والدك اللي هي البطة. يبقى أبطال الستوري بتاعتنا طبعا البطلة الكبيرة هي الليتل ريد هن أو الدجاجة الحمراء، معاها الدوج الكلب
الكات القطة، الدك البطة، تمام؟ زي ما قلنا في الصفحة اللي فاتت، الدجاجة الحمراء قررت انها تزرع بعض من القمح، وقفت وسألتهم مين هيساعدني ان انا ازرع القمح، تمام؟ مفروض دلوقتي بقى تيجي الاجابة، هيجاوبوها، هيجاوبوا الدجاجة ويقولوا لها هيساعدوها ولا لا. تعالوا كده نشوف. not me، not me، ليس انا. said the dog، قال الكلب. قال الكلب ليس انا، يبقى كده الكلب براء مش هيساعد الدجاجة. تعالوا نشوف الكات هتقول ايه. not me، said the cat، الكات كمان قالت مش انا، ليس انا، انا مش هساعدك. not me، said the duck، ليس انا، مين اللي قال برضو؟ البطة قالت انا مش هساعد، تمام؟ يبقى هما التلاتة قالوا not me، not me، ليس انا. you see، you see، انت ترى الان. they were all quite lazy، they were all quite lazy، يعني هما كلهم كانوا كسالى جدا. هنا quite بمعنى جدا او كثيرا، quite equal very، يعني عايزين نقول very lazy هي هي quite lazy. they were all quite lazy، quite يعني جدا، lazy كسول، تمام؟ you see، you see، هو هي هنا الكاتب بتاع القصة بيكلمنا احنا، بيقول لنا you see، شفتوا؟ they were، هم كانوا كلهم all، they were all quite lazy، هم كلهم كانوا كسالة جدا. البيج اللي بعدها page 4، في I will just have to plant it by myself، I will just have to plant it by myself، said the little red hen، قالت الدجاجة الحمراء أنا سوف أزرع القمح بنفسي، أنا سوف أزرع، يجب علي أن أزرع القمح بنفسي، ومشيت وهي قررت إن هي اللي هتزرع بنفسها. ولو بصينا ورا هنلاقي إن الدك والكات والدوج نايمين في العسل ولا واخدين بالهم ولا مركزين. بعد ما قالوا لها إحنا مش هنساعدك، هي قررت إنها تروح تعمل إيه؟ plant the wheat لوحدها، هتزرع القمح لوحدها. before long، سرعان ما، before long يعني سرعان ما، all the wheat was tall، كل القمح was tall، أصبح طويل، يعني وصل لمرحلة إن هو نضج فيها وخلاص جاء وقت إن إحنا نعمله cut، cut يعني نقصه أو نقطعه أو نحصده. سألت الدجاجة الحمراء وقالت who will help me cut this، هو من will سوف help me يساعدني cut، cut أقص أو أقطع أو أحصد this، this هنا وهي بتشاور على الويت، التول ويت اللي خلاص بقى وصل لموسم الحصاد بتاعه اللي هو القمح. asked the little، asked the little red hen، سألت الدجاجة الحمراء، هي طبعا بتسأل مين؟ بتسأل الدوج والكات والدوج أصدقائها. رد said the dog، قال لها ايه؟ not me، not me، ليس انا، said the dog. not me، said the cat، القط قالت ليس انا، لست انا، مش انا، مش هساعدك. not me، said the duck، وبرضو البطة زيهم تمام قالت لها انا كمان مش هساعدك. ردت الدجاجة الحمراء وقالت I will just have to cut it by myself، أنا يجب علي أن أقطع أو أحصد أو أجمع القمح by myself، by يعني بواسطة myself نفسي، يعني أنا هجمعه أو هيقاله I will cut، cut أقصه أو أقطعه بنفسي. said the little red hen، فهنا بعد ما القمح وصل لمرحلة الحصاد، سألت الدجاجة الحمراء أصدقائها الدك والدوج والكات، وقالت لهم مين هيساعدني إن أنا أجمع القمح، قالوا لها مش إحنا، أعملي ده لوحدك، هي قالت أنا هجمعه بنفسي. before long،
before long سرعان ما all the wheat was cut خلاص هي جمعت كل الويت قصته وجمعته. جت بقى تسألهم سؤال تاني قالت لهم who will help me grind this who will help me grind this من سوف يساعدني أن أطحنه grind verb بمعنى يطحن grind يطحن. فجت ال little red hen بتسألهم من سوف يساعدني أن أطحن this القمح. asked the little red hen سألت الدجاجة الحمراء وقالت who will help me grind this. ردوا عليها كالعادة not me said the dog not me said the cat not me said the duck كلهم قالوا لها مش احنا احنا مش هنساعدك. I will just have to grind it by myself انا هأطحنه بنفسي said the little red hen ردت عليهم الدجاجة وهي مش متفاجئة خالص ومتعودة منهم على الكسل وقالت لهم انا هطحنه بنفسي. Before long سرعان ما all the wheat was ground كل القمح was ground يعني طحن was ground ده الماضي من grind يطحن ground طحن was ground هنا مبني للمجهول was ground طحن okay سرعان ما كل القمح طحنته الدجاجة الحمراء بنفسها. بس جايت بقى تسألهم سؤال تاني قالت لهم ايه قالت لهم who will help me bake this into bread مين هيساعدني ان انا اخبز ده واحوله للبريد اللي هو الخبز bake يخبز bread خبز او عيش. who من will help me يساعدني bake اخبز this into bread ان انا اصنع ده او احوله لخبز اخبزه. asked the little red hen سألت الدجاجة الحمراء كالعادة طبعا كلنا متوقعين اصحابها البطة والقطة والكلب هيردوا يقولوا ايه not me said the dog not me said the cat not me said the duck كلهم قالوا لها ليس انا مش انا مش انا مش انا. I will just have to bake it by myself I will just have to bake it by myself ردت الدجاجة الحمراء وقالت انا سوف اخبزه بنفسي. I will just have to bake it by myself said the little red hen قالت الدجاجة الحمراء انا هخبزه بنفسي. Before long سرعان ما all the bread was baked كل العيش خبز was baked هي شبه was ground طحن was baked خبز بواسطة مين بواسطة the little red hen يبقى before long all the bread was baked بعد ما خبزت كل العيش بقى شكله very yummy زي ما احنا شايفينه سألت الريد little red hen وقالت who will help me eat this مين هيساعدني ان انا اكل الخبز ده asked the little red hen يا ترى يا اصدقائي المرة دي هيقولوا لها not me ولا الجواب هيبقى مختلف تعالوا نشوف. me said the dog me said the cat me said the duck ايه ده هم اتغيروا كده ليه دول كلهم قالوا لها مي يعني انا 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 ليه لان هنا الاكل خلاص بقى جاهز والموضوع ما بقاش فيه اي تعب الاكل جاهز وهم جعانين لكن عشان يصنعوا ويتعبوا ويحضروا معاها كانوا بيقولوا لها not me دلوقتي الجواب اختلف وبقى مي. ردت بقى عليهم little red hen وقالت لهم no because you didn't help I will just have to eat this bread by myself said the little red hen قالت لهم لا علشان انتوا ما ساعدتونيش انا هاكله لوحدي by myself زي ما زرعته لوحدي وجمعته لوحدي وطحنته وخبزته فانا هيجي دلوقتي دوري ان انا اكله لوحدي. And so she did يعني وهكذا هي فعلت بالفعل and so she did with jam on top
with jam on top. يعني هي فعلت هذا اللي هو ايه، انها اكلت البريد وعملت، مش ما اكلتوش كده بس، دي قطعته التوست كده زي ما احنا شايفين في الصورة، وكمان with jam on top. jam اللي هي المربى، حطت الجام on top. and so she did with jam on top. واكلته بالمربى بالهنا والشفا. كده تكون الستوري خلصت. هنا في جزء كده خاص بالكلوسري. الكلوسري اللي هو المعجم او تفسير الكلمات. طبعا هنا المعجم انجلش انجلش، يعني الكلمة انجلش والشرح برضو بالانجلش. تعالوا كده نشوف، هو جايب لنا هنا الverb grind. grind اللي هو يطحن، معناه to crush into bits، ان احنا نحوله لاجزاء صغيرة جدا. hen hen a girl chicken اللي هي الدجاجة البنت، يعني فرخة بس بنوتة، مش راجل. lazy not wanting to do anything. lazy اللي هو ما بيحبش يعمل اي حاجة. not wanting to do anything. quiet equal very. quiet معناها very يعني جدا. wheat اللي هو القمح. a tall grass plant هو نبات طويل، هو نبات اخضر طويل. كده نكون وصلنا لنهاية الستوري ذا ليتل ريد هن. لو في اي حاجة لسه مش واضحة بالنسبة لكم، عايزة اوضح حاجة، ان الكلمات اللي موجودة اللي احنا لسه واخدينها دلوقتي جديد، والفيربس والحاجات وطريقة السؤال، كل ده اورال يعني شفوي، مش مقرر على الاولاد حفظهم في الكتابة. للناس اللي هتسألني هو شفوي ولا تحريري، اورال اوراتن، لا هو شفوي. بس طبعا مهم جدا ان هو يقرا القصه ورانا، يعني يا ريت نقول الجمل وهو يرددها ورانا. كمان الفيربس دي والكلمات الجديده هنحفظها له علشان يبقى في حصيله لغويه للستوري. كمان يا ريت نتكلم عن معنى يعني ايه كسل، وايه هي عواقب الكسل، وازاي لازم نساعد بعض علشان في النهايه نحصل على نتيجه مرضيه للكل، ونبقى مبسوطين كلنا مع بعض، ما يبقاش في واحد بيتعب واحد قاعد مرتاح مش بيعمل اي حاجه وياخد كل حاجه على الجاهز. كده الستوري خلصت. يا رب يكون الشرح واضح. لو الشرح واضح، لو في اي كومنت اكتبوا لي ده تحت الفيديو، او ابعتوا لي على الفيسبوك على صفحتنا كونكت بلس. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناه ستيب باي ستيب. كنت معايا انا ميس شيماء، وجود باي.